السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. كيفية إصلاح أعطاب الماوس، مثلا عطب اليمين أو مثلا عطب اليمين أو عطب الشمال أو هذا العطب، كيفية إصلاحه بأسهل طريقة وأقل من 5 دقائق. تابعوا معنا لكي يستفيد الجميع. نفتح هذه الماوس، كيف ما كان نوع الماوس يمكن أن تقوم بإصلاحها بنفسك بأسهل طريقة. كما تروا معنا هذه الماوس فيها عطب في هذه الأماكن هنا في اليمين والشمال، سنقوم إن شاء الله بإصلاحها. هنا كما تروا معنا هذه الأزرار، هذا الزر الأول والزر الثاني والثالث، هادو يكون فيهم أعطاب، سنقوم بإصلاحهم بأسهل طريقة. كما تروا معنا هنا في هذا المكان لابد علينا أن يكون عندنا شيء، سكين رقيق أو شيء رقيق جدا لكي نقوم بفتح هذه المفاتيح هنا. هكذا كما تروا هذه النحاسة نعمل لها تنظيف، ننظفها. من هذا المكان ومن هذا المكان هنا هكذا. ونسرحها من هذا الاعوجاج هنا، نقوم بتسريحها من هذا الاعوجاج. كما تروا معنا شيء أعوج هنا، ونقوم بإعادة تركيبها. غالبا من هذه الأزرار تكون مشاكل الماوس، ويتم إصلاحها بأبسط الطرق هكذا. طريقة تركيبها بهذه الطريقة، نقلب الماوس هكذا ونقوم ونعمل تركيب ونركب هذه البلاستيكة لكي لا تنزلق معنا هذه هنا هذه البلاستيكة، وفي الجهة الأخرى هنا كذلك.
بهذه الطريقة إخوتي الكرام يتم إصلاح جميع أنواع الماوس بأسهل طريقة. أسهل طريقة. ونعمل تنظيف لهذه الأسلاك هنا. ونعيد تركيب هذه النحاسة. لا بد التركيز على هذه الأشياء الصغيرة لكي لا تتعرض للتلف، أو لا بد التركيز على هذه الأشياء الصغيرة وببطء لكي لا نضيع أي شيء. وهكذا نقوم بالتركيب بهذه الطريقة. نكون قد قمنا بإصلاح هذا السوري ونعيدها إلى مكانها وتشتغل 100% بدون أي مشكل، ترجع كما كانت في السابق. هكذا. وهكذا نكون قد قمنا بإصلاحها. نجربها في الحاسوب كما ترون معنا هنا أصبحت تشتغل جيدا هكذا. ولا تنسوا الاشتراك معنا ودعمنا بلايك وتفعيل زر الجرس. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.